ازيك عصام؟ ازيك يا صبري؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ خير، مالك شكلك فيك حاجة؟ انا معلش اذا كنت جيت لك متأخر، بس مش هطول عليك. عايز اتكلم معاك في كام حاجة كده مش فاهمها. خير؟ وانت بتشوف الامير؟ بشوف. طب شوف يا صبر، الامير عنده بنت عايشة مع امها من وهي صغيرة، كانت هاجرها من زمان وهو ما كانتش فارقة معاه، بس لما ربنا تابع عليه والأمور اتظبطت بقى هو بيحاول يشوفها وهي اللي مش موافقة. ده كان مزعله جدا. لما بلغتها بقى إن الأمير اختفى وحكيت لها على اللي حصل، لقيتها جات لي على طول ومهتمة تعرف هو فين وقلقان عليه. طب دي حاجة كويسة، إيه المشكلة في كده؟ المشكلة دلوقتي إن الأمير طلب مني إن أنا معرفهاش إن هو ظهر، ولا هو كمان عايز يشوفها. عادي، ممكن يكون الراجل يعني ندمان من اللي فات او خايف عليها من حاجه. هو خاف منها صبر؟ ما هو قال ان هو محصن نفسه والحكايه دي ما بقتش فارقه معاه. لا، انا بقيت شاكك في اكتر من حاجه يا صبر. شاك فيه هايم اللي كلمتك عليه قبل كده، فاكر؟ اكتشفت ان هو والامير حبايب جدا. عادي يا عصام، يعني ممكن يكون ما بينهم شغل مع بعض ولا أي حاجة تانية، إيه المشكلة يعني؟ طبعا أسألك سؤال يا صبر، هو الأمير اللي قابلته بعد ما رجع هو نفس الراجل اللي قابلته قبل كده؟ عصام، الأمير ده أول مرة أشوفه ما كملتش معاه نص ساعة وحصل اللي حصل، وأنت عارف أكتر مني. يعني المفروض انت اللي تقول لي مش انا. هقول عندك حق. عموما لو شكيت في اي حاجه يا صابر يا ريت تقول لي. حاضر، وانت لو حصل حاجه بلغني، وباذن الله كل الامور تمشي صح. معلش عملت لك قلق يا صابر. تنورتني يا صابر. اشوفك على خير ان شاء الله. على خير. مع السلامه. فريق السلامه.